قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر حاليا من حالة عدم استقرار الطقس، يصاحبها هطول أمطار متوسطة تكون غزيرة على بعض المناطق، تشتد تدريجيا اعتبارا من فجر اليوم الأحد وتستمر حتى فترة المساء، فيما تنشط رياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. وللمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات الحالة الجوية بالبلاد ننتقل بكم الآن إلى الزميل خالد الجمعان لمزيد من التفاصيل، ابقوا معنا. يعطيك العافية، توفيق إن شاء الله. صباح الخير أعزائي المشاهدين، الأمطار مستمرة ويانا أمطار خير ورحمة خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة خلال الساعات القليلة المقبلة. الأمطار بدأت بالفعل على العديد من المناطق وهي تشتد حاليا وتدريجيا، أغلب الأمطار حاليا موجودة أو تركيز الأمطار حاليا من حيث الكميات المتوسطة والغزيرة تدريجيا على المناطق الجنوبية، لكن الأمطار شملت جميع المناطق بالبلاد، الرياح خفيفة إلى معتدلة من المتوقع أنها تنشط خلال الساعات القليلة المقبلة تدريجيا وتصل في سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة، حالة تميل إلى عدم الاستقرار بسبب نشاط الرياح وأيضا الأمطار الرعدية بين الحين والآخر. دائما في مثل هذه الفترة ومثل هذه الأجواء ننصحكم بأخذ الحيطة والحذر، لا داعي للقلق لكن الحذر واجب. حاليا الرؤية متراجعة بعض الشيء بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، الرؤية الأفقية أقل من 2 كيلو في بعض المناطق، نسب الرطوبة أعلى من 90% وتصل إلى في بعض المناطق إلى 95%. الرياح حاليا شمالية شرقية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، حاليا سرعتها في مدينة الكويت 12 كيلومتر. الأمطار مستمرة ويانا خفيفة على بعض المناطق من المتوقع أنها تزداد تدريجيا خلال الساعات القليلة المقبلة، ذروة الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة وحتى نهار يوم الغد، وتستمر معنا هذه الفرص حتى نهاية يوم الغد. درجة الحرارة حاليا 13 درجة مئوية، الرطوبة النسبية في مدينة الكويت 93%، والرؤية الأفقية متراجعة في مدينة الكويت حول 2 كيلو وهي أقل من ذلك في المناطق خارج المدينة. من المتوقع أن تستمر ويانا الأمطار حتى نهاية اليوم وتتراجع بعد ذلك، لكن الأجواء الباردة راح تستمر ويانا لعدة أيام، والرياح بعد ذلك راح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وعبور السحب راح يستمر لكن راح يتراجع بعض الشيء في يومي الثلاثة والأربعاء، ويرجع بعد ذلك الهواء الشمالي الغربي يستمر ويانا خفيف إلى معتدل مع عبور لسحب عالية بين الحين والآخر. أعزائي المشاهدين الأمطار موجودة ويانا أمطار خير ورحمة راح تستمر ويانا خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد تكون رعدية خلال الساعات القليلة المقبلة وهذا أمر طبيعي مصحوب بنشاط في سرعة الرياح. دائما مثل هالأجواء ننصحكم بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر عبر تلفزيون الكويت وإذاعة الكويت أيضا أو عبر تطبيق إدارة الأرصاد الجوية كويت مت. والآن عودة إلى الزميل في الاستديو.